لأن يوظف كرة من هنا. الدفاع هدف تعديل النتيجة، هدف تعديل النتيجة لمصلحة الموب. سنشاهد إن كانت الكرة قد دخلت مرمى الحارس الشوشي. خطأ من الدفاع والتعديل النتيجة في الدقيقة 7 من عمر المباراة. هي الكرة كيف خرجت، وبعد ذلك خطأ من الدفاع، الكرة دخلت نعم في شباك الحارس الشوشي. تعديل النتيجة من جانب الموب 1-1. كرة بالمليمتر، زيتي يلعب كرة داخل منطقة العملية، طوال مفتاح يا خطير، وتنفيذ الكرة الثابتة، حب يوصل الكرة مباشرة لزيتي، وصلت على مرتين، والدفاع في المرة الثانية. مفتاحي خطير جدا، استلم مفتاحي، ممتاز، هايل، يا سلام، وين الحارس درواش، طوال في المكان المناسب للموب. هايل وشوشي بقبضة اليدين يخرج الكرة، كرة من هناك، عجيب أمر. بالكرة الثابتة، هذه هي الكرات التي تخيف حراس المرمى، بالعوبة جانبية على مرمى الحارس، طوال بسنتيمترات. حامل الكرة يوجد حلول، لأن هناك تحركات، الطريق مفتوح، والحارس طوال. التعادل الإيجابي المولودية البجاوية الأخضر، فرق